الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا ووالدينا وأحبتنا وجميع المسلمين من النار. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، واعلموا أن أجسادكم على النار لا تقوى، وآمنوا بقوله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. عباد الله، في الخطبة السابعة حول الإيمان بالقدر، وهي 67 بعد 100 من سلسلة حديث جبريل، نقف وقفتين من وقفاتنا مع القدر. الوقفة الأولى مع كلمة لو، والوقفة الثانية الدعاء والقدر. أما الوقفة الأولى فقد سبق أن ذكرنا بعض الكلمات التي تنافي الإيمان بالقدر، ومنها الإيمان بالصدفة والإيمان بالحظ. والآن هذه الكلمة التي تتكون من حرفين، وكثير من الناس إذا أصابه شيء أو لم يصل إلى أمر من الأمور يقول: لو فعلت كذا لكان كذا، أو لو لم أفعل كذا لما كان كذا، لو علمت أنه سيحدث لي كذا في هذا الطريق لن ألجه، لو علمت أن كذا وكذا لما فعلت كذا وكذا. ولنسمع لقول حبيبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي يوجه الأمة لأحسن الأقوال وأحسن الأفعال. قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فنبينا عليه الصلاة والسلام يبين في بداية هذا الحديث أن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. المؤمن الذي له عزيمة قوية وإقدام على الأمور التي فيها طاعة الله عز وجل من صلاة وزكاة وأمر بالمعروف وجهاد في سبيل الله وصبر على تحمل الأذى واحتمال المشاق في ذات الله، هذا المؤمن أحب إلى الله من المؤمن
العاجز وفي كل خير وفي كل منهما، معناه أن في كل من المؤمن القوي والمؤمن الضعيف خير لاشتراكهما في الإيمان مع ما يأتي به الضعيف من العبادات. ثم قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك، ومعناه احرص على طاعة الله والرغبة فيما عند الله سبحانه، واطلب الإعانة منه على ذلك، ولا تعجز ولا تتكاسل عن طلب الطاعة ولا عن طلب الإعانة من خالقه. ثم قال عليه السلام: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا نتسخط على قدر الله عز وجل، وأن نرجع الأمر دائما إلى المولى سبحانه وتعالى، فبمشيئته وبإذنه يحدث ما في الأرض، كل ما في الأرض جميعا. ثم يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن حذرنا من الكلمة التي تنافي القدر، علمنا الكلمة التي فيها الاستسلام والانقياد والخضوع لله سبحانه وتعالى. إذا حدث لك شيء، إذا حدث لك أمر، فقل قدر الله وما شاء فعل. وفي بعض الروايات: قدر الله، قدر الله وما شاء فعل، أي أن المؤمن دائما يستسلم لأمر الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن كل أحواله من مرض أو صحة أو فقر أو غنى أو غير ذلك من الأحوال، فكلها بتقدير الله عز وجل. فهو الذي يمتحن عباده، إما أن يمتحنك بالصحة، وإما أن يمتحنك بالمرض، وإما أن يمتحنك بالغنى، وإما أن يمتحنك بضده وهو الحق. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فتنة اختبار، اختبار وامتحان. أتصبرون؟ هل ستصبرون على هذا أو على هذا؟ وكان ربك بصيرا. أحد التجار مات في هذا الأسبوع، نسأل الله تعالى أن يتقبله في الصالحين. هذا الرجل كان من كبار التجار، تركته تقدر بالملايين، لكن حسب ما قال بعض أفراد عائلته أنه وقع له نصب واحتيال في أرض تساوي مليار ومئتين مليون صرفي، فوقع له انهيار عصبي، ثم فقد الكلام وفقد الحديث مع الناس، وأصيب بأمراض نفسية وعصبية حتى غادر الدنيا. فالمقصود أيها الأحبة، من هذه النماذج الكثيرة التي نعيشها في حياتنا، أن الإنسان إذا أصيب بشر يعلم أن الخير الكثير الذي هو فيه لا يساوي شيئا، بمعنى أن لا يساوي معه ذلك الشر شيئا. إن فقدت مليونا فقد أعطاك الله ملايين. معنى هذا أن يتحمل المسلم ويرضى بما قدر الله سبحانه وتعالى له. فإن كنت غنيا فأظهر نعمة الله عليك، وتصدق وزك مالك، واصبر على أداء هذه الفرائض العظيمة، الصلوات الخمس في المسجد، والصدقات والزكوات، والعطايا للفقراء والأرامل والمساكين. وإن كنت فقيرا فقد امتحنك الله تعالى بالفقر، فعليك أن ترضى بما قدره الله لك، ولا تنظر إلى من فوقك بل انظر إلى من تحتك، لا تنظر إلى من فوقك في الدنيا بل انظر إلى من تحتك. إذا كنت تعيش في دار فهناك من يعيش في خيمة، وإذا كنت تعيش في خيمة فهناك من يتوسل التراب
النجوم أي ليس له مسكن يرويه. ففي أمور الدنيا انظر إلى من تحتك لتحمد الله، وعكس ذلك في أمور الآخرة في أمور العبادة يجب أن تنظر إلى من هو فوقك لكي تجتهد في طاعة الله. إذا كنت أنت تقوم الليلة 4 ركعات فهناك من يقوم 11 ركعة، إذا كنت أنت تصوم الاثنين فهناك من يصوم الاثنين والخميس، إذا كنت أنت تتصدق ب500 درهم في الشهر فهناك من يتصدق ب5000 درهم في الشهر، وهكذا في أمور العبادة في أمور الطاعة في أمور الآخرة انظر إلى من فوقك لكي تجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا ممن يؤمنون بقضاء الله وقدره، وألا نتسخط من أقدار الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، سؤال كثير من يطرحه، هل الدعاء يغير القدر؟ هل إذا دعوت الله سبحانه وتعالى وقد قدر لك قبل ذلك قدر، هل دعاؤك يرد القدر أم أن القدر يبقى هو هو؟ الجواب أولا، الدعاء في نفسه قدر، الدعاء بنفسه هو قدر، أي أن الله تعالى إن وفقك أن تدعو فهذا من قدره، فأنت تواجه قدرا بقدر، تواجه قدرا بقدر وهو الدعاء، والدعاء يرد القضاء. واسمعوا قول الحبيب عليه الصلاة والسلام، لا يرد القضاء إلا الدعاء، لا يرد القضاء إلا الدعاء. الله سبحانه وتعالى علم الخلائق وعلم المخلوقات وعلم أعمال العباد قبل أن يخلق السماوات والأرض، فإن وفقك أن تدعوه ويسر لك أن تدعوه فيرفع بدعائك ما قدره عليك، وهذا أيضا مكتوب، حتى إن فلان سيدعو في الساعة الفلانية بدعاء وكان قد كتب عليه أن يقع له كذا وكذا، فذلك الدعاء الذي سيدعوه في الثلث الأخير من الليل سيرد عنه ذلك القضاء، هذا أيضا مكتوب، كل ذلك كل في كتاب مبين. بمعنى أن ما قضاه الله سبحانه وتعالى وما دعوت به فرد ذلك القضاء، كل ذلك مكتوب عند الله سبحانه وتعالى، وبقضائه يحدث وبقدره يحصل. نعم أيها الأحبة، وقد علمنا ربنا سبحانه وتعالى أن نجتهد في الدعاء في جميع الأحيان، فإنه سبحانه وتعالى وعد أن يستجيب لمن دعاه، فقال سبحانه ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم. وفي الحديث عجبا لأمر المسلم، قالوا لما العجب يا رسول الله؟ قال إن دعاءه كله خير، فإما أن يدعو فيستجاب له، وإما أن يرد الله بدعائه البلاء، إما أن يدعو فيستجاب له، يعطى تلك العطية ويعطى ذلك الأمر الذي دعا به، وإما أن يرد الله بدعائه بلاء، بلاء أراد أن يصيبه، نزل البلاء وصعد إليه الدعاء فالتقيا في السماء. فإذا اجتهدت في الدعاء فإن الدعاء يرد القضاء، يرد القضاء، يلتقيان في السماء، فلا تتكاسل ولا تتغافل، ولا تتغافل عن الدعاء. وإذا قدر الله تعالى أن ذلك البلاء سيصيبك فربما تتغفل أنت عن الدعاء، وربما تنسى أو تنسى أنت الدعاء فيقع ذلك البلاء الذي كتبه الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث دعاء العبد صاعد وقضاء الله نازل،
وكلاهما يدافع الآخر. دعاء العبد الصاعد وقضاء الله نازل، وكلاهما يدافع الآخر. عباد الله، إن الذي يبرم القضاء والذي ينفذ القضاء والذي ينزل القدر والذي يرفع البلاء واحد هو الله سبحانه وتعالى. فمن استطاع منكم أن يجتهد في الدعاء ليرد الله عنه البلاء فليجتهد وليفعل. ولا يغفل الإنسان، لا يغفل المؤمن. ورد عن بعض الصالحين قوله: عجبت لمن ابتلي بأربع كيف ينسى أربعا، عجبت لمن ابتلي بخوف الأعداء كيف ينسى، حسبنا الله ونعم الوكيل. وقد قالها إبراهيم وهو في النار، فقال الله للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وقالها محمد وأصحابه حين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فماذا قال؟ قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. عجبت لمن ابتلي بمكر الأعداء، الأعداء ينظرون له ويدبرون له الليل والنهار، كيف ينسى وأفوض أمري إلى الله. هذا البلاء، بلاء الأعداء الذي يدبرون ويخططون يرده الدعاء والتفويض لله سبحانه وتعالى. فقد قال الله تعالى عن مؤمن آل فرعون حينما قال: وأفوض أمري إلى الله، قال تعالى: فوقاه الله سيئات ما مكروا، فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. عجبت لمن ابتلي بافتخار الأغنياء، فقير ليس له مال أو عنده مال قليل ويفتخر عليه غني من الأغنياء بما أعطاه الله، كيف ينسى ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. فقد ذكر الله في سورة الكهف رجلين أحدهما له جنتان محفوفتان من نخيل وعنب وزروع يفتخر على صاحبه، الفقير الذي ليس له شيء. فماذا قال الفقير؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فماذا حصل؟ قال: فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء، أن يرسل على جنتك حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. نعم أيها الأحبة، علينا أن نجتهد في دعاء الله سبحانه وتعالى ونرجوه، وهو الذي يتصرف في الملكوت. نسأل الله تعالى بدعائنا أن يرد عنا البلايا. اللهم رد عنا البلايا ونجنا من الخطايا، اللهم رد عنا البلايا ونجنا من شر الخطايا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم من كان منا مكروبا فلهس كربته، ومن كان منا مهموما فأزح عنه همه. اللهم فرج كربات المكروبين، وأد الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. أسأل الله تعالى أن يعجل بشفاء إمام هذا المسجد، وقد قام لعملية جراحية، نسأل الله تعالى أن يشفيه. اللهم اشفه أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفه وجميع مرضى المسلمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم وفقنا جميعا لما تحبه وترضاه. اللهم ارزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال. اللهم اهدنا واهدمنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين في كل مكان. اللهم احفظ دماء المسلمين في سوريا، اللهم احفظ دماء المسلمين في العراق، اللهم احفظ دماء المسلمين في أفغانستان، اللهم احفظ دماء المسلمين في كل بقعة تزهر فيها نفس المؤمنة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم قوم وانصر وأعز الإسلام والمسلمين، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم اجمع شملهم وكلمتهم على التوحيد والإيمان ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، واغفر لوالدينا وارحمهم ولجميع المسلمين والمسلمات.
اللهم وفق حكام ولاة أمور المسلمين لما فيه خير الإسلام والمسلمين، اللهم وفق واعي ملكنا محمد السادس لما تحبه وترضاه، اللهم أرِه الحق حقا وارزقه اتباعه، وأرِه الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، اللهم أصلح به البلاد والعباد، اللهم أصلح ولي العهد وسائر الأسرة في ملكية يا ذا الجلال والإكرام، آمين آمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.